كانت سيلاتورك أوغلو تحاكم نظيمة يلماز التي اكتشفت نفسها وجلبت لها شهرة كبيرة، وقد صرح كلا الطرفين أنهما سيتخذان إجراءات قانونية. لفترة طويلة لم يتم تقديم أي تفسير حول هذا الموضوع، لكن إذا نظرنا للتطورات فقد فازت سيلاتورك أوغلو بانتصار عظيم على نظيمة يلماز. حسناً، لماذا تدهورت العلاقة بين سيلاتورك أوغلو ونظيمة يلماز التي جلبت شهرتها الكبيرة؟ إذا نظرنا إلى التصريحات التي أدلت بها سيلاتورك أوغلو من خلال محاميها، فإن الممثلة الجميلة لم تعد قادرة على بيئة محددة في ظل ظروف قاسية. تركت سيلاتورك أوغلو موقع تصوير مسلسل إيماني دون التحدث إلى نظيمة يلماز التي جعلتها مشهورة في مجال التمثيل. أثبتت سيلاتورك أوغلو أنها كانت محقة في جدالها مع نظيمة يلماز. اعتقد الجميع أنه نظرا لأن سيلاتورك أوغلو تركت المكان دون إذن فلن تتمكن في المشاركة في مشروع أو فيلم آخر، ومع ذلك لم تتحقق أي من هذه الآمال. خلال الفترة الفاصلة لم يتم الإدلاء بأي بيان حول هذا الموضوع، لم يتم تطبيق أي عقوبة على سيلاتورك أوغلو، وشاركت سيلاتورك أوغلو في مسلسل شراب التوت البري بأي مشاكل. واتضح أن سيلاتورك أوغلو كانت حقا تعمل في ظل ظروف قاسية وصعبة، وقررت عدم الإسهاب في الحديث عن هذا الموضوع. إذن هل تعتقدون أن سيلاتورك أوغلو محقة في هذه المسألة؟ يمكنكم مشاركة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.